دراوي انعشت نوعا ما اللعب وسرعه الان في النسق الفارق فيصل صفيح. هاي الكره لقشه قشه قشه قشه. اوه يا سلام، الزاويه البعيده التي لا يحبذها حراس المرمى وضعها وكانه وضعها بيده. هكذا استرجعت الكره وهكذا في بدايه نسج هذا الهدف. ماذا كان يفعل قشه؟ رفع راسه وضعها في الزاويه هناك. لا بن مالك ولا بوفون ولا اي حارس اخر بامكانه ان يصد هذه الكره لانها لعبت بالمليمتر ولعبت بدقه. بل هو الحارس نتاعها يرافق كل كبيره وصغيره في محاولات ممتازه من اللاعب فرحاني. فرحاني تبقى لمساحته في الوقت تسديده ولا هدف ثاني. تسديده بقوه والهدف الثاني تسديده وبقوه كبيره الثاني. هذه التمريره والتوزيعه من فرحاني bon ballon, il joue en 1-2, et oui, Recha, et le but, l'air entente décisive qui ouvre la marque par Recha de très belle manière, avec cette, ce contrôle et puis ce petit bout de pointu, et quelle joie décisivien, manière singulière de saluer ce but entre décisivien, Recha et Erdouani, mais l'action a été belle, bien construite, même s'il y avait un petit moment d'inattention de la part de la défense de la jeunesse sportive de Saouracem. Ils ont profité de voilà, la petite la mésentente là entre les défenseurs et Recha dans le dos et صفر يسجل من خلال هذه المواجهة سادس هدف هذا الموسم. لكن شوف في ظل غياب المدافعين يسجل كينكون غايب في هواها ننسى هموم الدنيا عيني كي تشوفها كل شيء يضوي عليا. هكذا هو الوفاق هكذا هو العالمي. حسام الدين قشة يحلق بنسور الهضاب عاليا ويضرب في شباك الاتحاد بإصابتين مقابل لا شيء. هدف منا
وهدف عن طريق العرابي. لكن شوف حلوة حلوة التمريرة من وسط الملعب، لكن أين المدافعين؟ أين الغائبين عن الكرة الماضية؟ وين رضوان الشريفي؟ وين رضوان الشريفي؟ أين المدافعين؟ أين قلب الدفاع؟ كيف يترك هذا خلف المدافعين بهذه الطريقة يا رضوان؟ يعرفون وعز المعرفة تبقى لغشة. غشة غشة يبحث عن التوزيع، ممتازة خطيرة للويد، فوق الذي استقدمه الى الوثاقة الصيفي. هذه الاعادة، كيف جاء الهدف؟ جاء من عبود بتمريرة مليمترية لغش اسامة الدين. سبق الجميع، سبق الجميع، وانطلق كالعفريت داخل منطقة العمليات وخطف الهدف، خطف الهدف الذي يعيد الوثاقة الصيفي في سباق كأس رابطة ابطال افريقيا. الحكم قصب من ضربة الجزاء يا غش، فطأرت لنفسك لحظات وصور ومشاهد جنونية فوق مدرجات ملعب الثامن ماي. هدف، وأي هدف في اللحظات الأخيرة من المباراة. قلت بأنه يجب أن يكون